في الحلقة دي بتوع افلام هنتكلم عن نجوم وهم فعلا نجوم، بس ما كانوش ابطال بمعنى حرفي، ما كانوش بيشيلوا الفيلم او اسمهم هو الكبير على الافيش، لكن بالرغم ان هم بيطلعوا في مشاهد مش كبيرة قوي او مش كتيرة قوي او مش في معظم الفيلم، بس بتسيب اثر كبير جدا 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 ويعتبر فعلا من اساطير الفن. والصراحة بتوع افلام انا ليا شرف كبير جدا ان انا هذكر الاسامي العملاقة دي عندي هنا في الشانل. والصراحة انا بالنسبة لي النجوم دول مش واخدين الكريدت الكافي والرصيد الكافي من الإشادة والشكر حتى بعد ما توفوا. فأنا مبسوط جدا أن أنا بعمل الحلقة دي، وهرجع وأقولك إن ده شرف كبير ليا إن أنا هذكر أساميهم في البرنامج بتاعي أو في حلقة من حلقاتي. وطبعا بالتأكيد بتوع أفلام هيبقى فيه نجوم كتيرة أنا نسيت أذكرها في الحلقة دي، بس طبعا أهم حاجة قائمتكم أنتوا للناس اللي أنا سقطتها أو نسيتها، سيبولي تحت في الكومنتات أهم حاجة وهرد عليكم زي ما إحنا متعودين على طول. بس قبل ما ابتدي الحلقة بقى بتوع أفلام، اظبطوني بقى، اظبطوني لايكات كتير جدا جدا جدا، ده إن شاء الله لو الحلقة عجبتك. وطبعا اتمنى من اي واحد بيتفرج على الشانل او بيتفرج على الحلقة من غير ما يكون عامل سبسكرايب، اعمل سبسكرايب لاخوك بعد اذنك، وعايزين نوصل لنص مليون في اقرب وقت باذن الله. طبعا عايزكم تشتركوا على الانستجرام بيج والفيسبوك بيج، دوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكوا الحلقة اول باول، ويلا بينا نخش في الحلقة. اهلا مساء عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. مبدئيا كده بتوع افلام هنتكلم عن النجوم اللي انا هذكرهم في الحلقه دي، وطبعا اتمنى منكم ان انتم تفتكروا اسامي اكتر واكتر وتسيبوها تحت في الكومنتات، ممكن نعمل جزء تاني للنجوم دي. بس نبتدي مثلا بنجم من النجوم اللي جم على دماغي بقاله فتره طويله جدا، هو يعني طبعا اغلبيه الافلام اللي انت بتحبها وبتتفرج عليها وخاصه الكوميدي في اخر 15 20 سنه هيجي في دماغك طبعا الفنان الجميل الله يرحمه محمد شرف. هو جاي على دماغي بقاله فتره طويله كده، مش عارف ليه، وده سبب من الاسباب ان انا حبيت اعمل الحلقه دي عموما. ايه السلام عليكم، الثلاجه فيها ميه، قال انا جعان قوي قوي. انت ايه انسان؟ محمد شرف من نجوم الكوميديا الخطار اللي كانوا بيحلوا اي فيلم، ده بدون نقاش، والافيهات بتاعته في اي فيلم هتلاقيها من انجح عوامل الفيلم عموما. وكنت بتلاقي في فتره من الفترات ان الفنان الكبير احمد حلمي كان لازم يستعين بالفنان محمد شرف في اعماله الكوميديه، كان تميمه الحظ كده. كسبت، اللهم لك الحمد وشكرا. لا 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 انتم مخبيين عليا حاجه. وطبعا شفناه مع احمد عز في الرهينه، وشفناه في حاجات كتيره جدا، يعني احنا مش هنتكلم عن كل اعمالهم لان اعمالهم كبيره جدا وبيعملوا اعمال كتيره قوي. لكن مثلا لما حبينا نشوف منه مشهد درامي اكتر من رائع في فيلم اسف على الازعاج، اللي بالنسبه لي طبعا عارفين لو انت لسه اول مره بتتفرج عليا، انا اسف على الازعاج ده بالنسبه لي اكتر فيلم بحبه او حبيته في السينما من فتره طويله جدا، او يعني يعتبر اكتر فيلم حبيته في اخر 30 سنه. ولما ترجع وتشوف الاداء الدرامي ليه التراجيدي في مشهد صغير جدا في اسف على الازعاج، تقول الراجل ده كان ممكن يمتعنا برضو في الدراما اكتر واكتر، بس احنا كده كده متكيفين منه. راجل الله يرحمه فعلا فقدناه جامد جدا خلال الفتره الاخيره. وطبعا يا جماعه كل النجوم اللي انا بكلمكم عليها اللي توفوا، طبعا تحس انك انت مع اي اسم انا قلته هتلاقي اه فعلا الراجل ده لو كان موجود دلوقتي في فيلم كذا، بس طبعا كل حاجه بايد ربنا، الاعمار بيد الله والحمد لله على كل شيء وربنا يرحمهم وكل حاجه. بس طبعا مثلا الفنان الجميل يوسف عيد، يعني اقرب حاجه كان ممكن افتكرها ان الفنان يوسف عيد كان يبقى في الكبير الجزء السادس مثلا. السلام عليكم. ربنا يسهلك يا حاج. امسك. ازيك يا حضرة العمده؟ اهلا وسهلا. ثانيه واحده. ويكون عودة كابتن حمدي كاتا مثلا في رمضان اللي فات على طول. الشخصية دي واحدة من اكتر الشخصيات اللي انا كنت بحبها في الكبير وكانت بتضحكني جدا. الحلقات بتاعت الامريكان فوتبول دي بالنسبة لي في مزاريطة كانت واحدة من اقوى الحلقات اللي فعلا كوميدية في الكبير عموما، ومن اكتر الحلقات او الفترة اللي هو كانت 3-4 حلقات كنت بحب ارجع واتفرج عليهم كتير جدا. الفنان يوسف عيد كان يمتاز بخفة الدم الجميلة والصوت الجميل اللي مليان مواويل في اغلبية الاعمال اللي هو بيطلع فيها. ومفيش مشهد تفتكره ليوسف عيد مش هتضحك من قلبك، حتى لو بجملة بسيطة مثلا، بسيطة جدا. زكريا الدرديري مدرس رياضيات وفرنساوي، عبال ما يجيبه مدرس فرنساوي. بطريقته واسلوبه انت بتضحك جدا، والموقف نفسه اللي هو فيه، وغير علامات كتيره جدا للراجل ده. وطبعا من الايقونات اللي عاملها دور بوب مارلي في الحرب العالميه الثالثه. يا سلام. يا ليلي يا عيني، يا ليلي يا ليلي. يا ليلي. الله، ايه يا بوب ده حلو، قول بقى.
عارف افتكرت يا شباب دلوقتي الفنان يوسف عيد والفنان محمد شرف لما كانوا مع بعض في فيلم ثقافي مثلا، لقوا المشهد بتاع حماده الهير ده اول ما اتعرف عليهم. الله 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 الله، تلفزيون وفيديو يبقى معاكوا فيلم يا ابن الايه، طول عمرك ثقافي ابن ثقافي. بيعجبني جدا التلقائيه بتاعته، التلقائيه بتاعت محمد شرف اللي هو زي ايه مثلا، قال له طب بص انا هستأذنك واجي اتفرج معاكوا على الفيلم. ايه ده، واحنا باين ان احنا معانا فيلم ثقافي اول الدرجه دي؟ يعني غلبه ومشوار هيكون فيلم ايه؟ اسماعيل ياسين اكيد ثقافي. وطبعا من الفنانين دلوقتي ربنا يديهم الصحه يا رب، سمعت ان الفنان الكبير عبد الله مشرف تعبان خلال الفتره اللي فاتت دي، بس نتمنى طبعا يرجع بالسلامه ويرجع لنا كده بافلام قويه ويرجع كده بقوه، لان فعلا عبد الله مشرف يا جماعه واحد من اكتر النجوم اللي ضحكونا وابدعوا، بالرغم ان ممكن تكون الكاركتر يعتبر شبه واحده وهي كاركتر عبد الله بتاعت ونيس، مش قادر اعيش من غير غبائه. بس فعلا الراجل ده لو تفتكر ان هو من ايام فيلم الكيف والراجل ده بيضحكنا جدا. راجل بلاش كلام فارغ، خفوا شويه بلاش جشع. وبرضه الراجل عنده موهبه التقليد، واتفرجوا على اي حوارات عملها قبل كده هتلاقي ان هو لازم يبقى ليه مقطع كده في اي لقاء بيعمله، بيعمل مشهد اتوبيس الفنانين ده ويقلد الفنانين، عنده الموهبه دي. هو طبعا واحد من تلاميذ الفنان الكبير وفرقه محمد صبحي، ولما كان بيطلع في اي فيلم سواء بقى شبابيه او من ايام الثمانينات او اي حاجه بتلاقي مشهد كوميدي، برغم زي ما بقول لك هو كاركتر واحد. يعني مثلا افتكرت دلوقتي في دماغي مين؟ رحله حب. راسك يمين تحت، ارفع راسك لفوق فوق فوق باللي شبابك، ربنا يا رب يديله الصحة ويرجع كده. وأتمنى طبعا المنتجين يلجأوا له دلوقتي يا جماعة، لأن فعلا حاسس إن عبد الله مشرف مقل جدا في الأعمال خلال الفترة الأخيرة. وأيضا من النجوم الله يرحمهم يا رب اللي أعماله مش يعني هي مش كثيرة جدا، بس الراجل وشه لوحده بيخليك تبتسم وتضحك وتفتكر ذكريات كده. الراجل ده من أكتر الوشوش المعروفة والمألوفة في السينما عموما، وهو عم فالنتينو الفنان الجميل الله يرحمه غريب محمود. غريب محمود من اكتر الوشوش زي ما بقولك بتشوفه لوحده بتضحك وتنبسط وبتحس كده بالراجل ابن البلد اللي من طينة مصر اللي دمه خفيف وجميل وابن بلد كده. يعني مثلا دلوقتي احنا عمالين الحاجات دي اتقطعت دلوقتي، عمالين نضحك على مشهد قاتل في اسماعيلية رايح جاي لما كان شغال بواب العمارة بتاعت عزة طبعوف الله يرحمه، لما كان محمد هنيدي وخالد النبوي مستنيين تحت محمد فؤاد وهو فوق. المشهد ده من اكتر المشاهد المضحكة جدا يا جماعة فعلا، يعني وهنيدي وطريقة استلامة هنيدي بقك ده وطريقة بقى ان هو خلاص عايز يعمل ساج لايف لمحمد هنيدي في الاخر لما شاف محمد فؤاد راكب مع عزة طبعوف ونفض لهم وقال النكتة بتاعته. الراجل ليه حاجات كتيرة جدا برغم زي ما بقولك اعماله مش كتيرة او مش بنفس حجم النجوم اللي انا اتكلمت عليهم، بس انا قدمتهولك بفالنتينو مثلا. بوحة، فيلم بوحة واحد من اشهر ادواره، لان الفيلم ده كان ايرادات عالية جدا، كمية بشر دخلوا الفيلم ده وكمية بشر اتفرجوا على الفيلم ده في السينما وفي التلفزيون وفي السيديهات وكل حاجة، فيعتبر أشهر أدواره هي فالنتينو وكان النيك نيم يعتبر عم فالنتينو يعني. وأيضا من النجوم اللي دمهم خفاف جدا وحاسس إن الراجل ده يعني كان ممكن يبقى في مرتبة أعلى من اللي هو فيها، هو زي ما بقولك هو نجم، كل اللي أنا بتكلم عليهم دول نجوم. الراجل ده أنا بحبه جدا جدا جدا، وفي أي فيلم في أي مشهد أو أي حاجة هو بيعملها الله يرحمه كان بيضحكني جدا، وزي ما بقول لك كنت حاسس وكنت اتمنى ان الراجل ده كان يبقى في مرتبه اعلى واعلى كمان، وهو الفنان الجميل سعيد طرابيك. الفنان سعيد طرابيك حتى لو طلع في فيلم بمشهد واحد او ممكن يكون مشهدين بس، واحد من المشاهد دي واحد من اشهر حاجات الفيلم، زي مثلا فيلم غبي منه فيه لقطه الاغنيه لما كان بيطبل على الطبله. وعنده كمية افلام الراجل ده لا حصر لها انك انت تتكلم عليها، هو مسلسلات ومثلا مسلسل عرفت عادل امام، طبعا عارفين عادل امام واحد من اصدقائه القدامى يعني سعيد طرابيك وسعيد صالح وعادل امام كانوا اصحاب جدا زمان. ولو افتكرت كده على كمية الاعمال الجميلة اللي هو طلع فيها مثلا هو في ايه، برغم انه مشهد واحد بس واحد من اقوى المشاهد الكوميديا اللي في الفيلم، خانتني الشك حيموتني الشك حيموتني
شاهدوا على روحكم يا عدوي. والمشهد اللي ما بينه وبين احمد ادم بقى دويتو هات وخد كان اكتر من رائع. وزي ما بقول لكم بتوع افلام الواحد مش هيفتكر عدد الافلام وعدد الاعمال الراجل ده او كل النجوم دول عملوها. فمثلا افتكرت دلوقتي وش اجراب. احنا جايين علشان بالصلاه على النبي نخطب البنت للواد قوم طلع لفند الاقرع ده يتنطط لي زي عفريت العلبه. غريال ما تحترم نفسك انت ما تعليش صوتك في بيتي. يعني هو بيت الام يا خي ده بيت شبه الشريبة. ألم ده حقيقي ولا أنا بحلم؟ وعندك أعمال كتير جدا جدا جدا. وننتقل للنجم اللي بعديه وهو الفنان الكبير الله يرحمه الفنان الجميل المحبوب من كل الناس. وأول ما طلع لك صورته دلوقتي هتنبسط كده وتضحك. لو أنت من جيلي أنا هتفتكر أيام زمان وأيام رمضان والراجل ده كنت على طول بتشوفه مسلسلات. وبرغم إن هو زي ما بقول لك واحد مش بطل من أبطال العمل بس هو بيسيب بصمة كبيرة جدا في أي عمل وهو الفنان محمد متولي. الفنان محمد متولي يعتبر من اواخر اعماله واحد برضو من اشهر اعماله مثلا فيلم مطب صناعي مع الفنان الجميل البرنس احمد حلمي. يا حبيبي بقالك كتير قوي ما ظبطنيش يا اخي ليه كده؟ يا حاج اسماعيل على راي المثل يا بخت منظر وايه وخفف. طيب ممكن لك حاجه عند الكلب قول له يا ايه يا سيدي. بص يا سيدي ايه وده يعتبر احدث الاعمال بتاعته الله يرحمه. لكن لو رجعنا من زمان من ايام سلام يا صاحبي مثلا ودور خوليو الواحد من اشهر ادواره والمسلسلات الايقونيه في الدراما الرمضانيه الجميله في التسعينات عندك ارابيسك وعندك ليالي الحلميه وطبعا اشهر اعماله كمسرحيه طبعا مسرحيه حزمني ياه مع الفنان القدير الله يرحمه حسن حسني والفنان مدحت صالح والفنان شريف منير والفنان محمد هنيدي والفنانة الاستعراضية فيفي عبد. ونيجي دلوقتي نجم برضو من النجوم اللي الله يرحمهم يعني هتلاقيه في اغلب الاعمال اللي انت بتحبها في حياتك سواء دراما سواء اي حاجة زي الارهاب والكباب مثلا. هو الفنان الجميل احمد عقل. الفنان الكبير احمد عقل في اي فيلم زي ما بص زي اغلبية كل النجوم اللي انا بقولها لك نفس الكلمة اي فيلم هو سايب بصمته واي فيلم بيبقى دوره مهم جدا زي مثلا دوره في فيلم امريكا شيكابيكا للفنان والمخرج الكبير خيري بشار. برغم انك انت عارف ان البطولة طبعا للفنان محمد فؤاد والفنان شويكار والفنان عماد رشاد وكل الكلام ده بس اكتر دور مؤثر بالنسبة لي في الفيلم مثلا هو دور الفنان الكبير احمد عقل. وعندك اعمال وادوار صغيرة جدا زي مثلا برضو في فيلم ثقافي لما دخلوا الجامع وكان الشيخ اللي مصر جدا يتفرج على العملية عشان يشوف قدرة الخالق سبحانه وتعالى وما كانش عارف اللي فيها بس طبعا هم تصرفوا. ومثلا دلوقتي افتكرت في الارهاب والكباب ان هو كان دور مؤثر جدا وسبب الرئيسي للاحداث اللي احنا فيها دي كلها او الانفجار العظيم اللي حصل في الفيلم ده كله مثلا. ولو انت من ابناء الجيل الجديد وما شفتش فيلم الارهاب والكباب اتفرج عليه ده واحد من العلامات عيب عليك. وايضا مثلا دوره في فيلم الحاسه السابعه مع المخرج الشاب ساعتها الجامد جدا احمد مكي والفنان الشاب الناشئ ساعتها احمد فيشاوي وكان قايم بدور الاستاذ حافظ. ايه يا استاذ فاه وطبعا دور الناظر هو كان بيحب دور المدرس ده غالبا كان قايم بدور ناظر في رحله حب وكان مدرس لسه ساعتها في اسماعيليه رايح جاي ساعتها لسه. هو التدريج مع محمد فؤاد واقعي جدا في افلامه. يعني مثلا دلوقتي مهاب فكرني بدوره الصغير جدا فيلم عبود على الحدود مشهد واحد ويضحكك جدا قنبله ضحك. هو انا كنت عاوز الفت نظركم لحاجه مهمه. قول يا ولدي. طبعا انتوا عندكم النخوه والكرامه والشهامه ولو حد تعدى عليكم ما تعديش بسهل ومطخ كل اللي ياخد حقنا. ابويا بقى مش كده خالص. ونيجي دلوقتي بما اني اتكلمت عن قنبله ضحك هكلمك عن واحد من اكتر الفنانين حبا انا بقى يعني كل دول بحبهم لان انا عملت حلقه دي ليهم فعشان كده بحبهم. بس الراجل ده ليه معزه خاصه كده او الراجل ده تركيبه غريبه جدا. الراجل ده اخوه الفنان الكبير جان السينما المصريه الدراما الشديد جدا الستريكت جدا شكري سرحان اخوه الفنان العظيم الكوميدي اللي انا بحبه. يعني بص انا بقول لك اعتراف انا بحبه اكتر من شكري سرحان مثلا وهو الفنان الجميل سامي سرحان الله يرحمه. الراجل ده عمل اعمال كتيره جدا وشغال من زمان قوي بس ممكن يكون البيك بتاعه او الشهره العظيمه ابتدت من 20 سنه مثلا او بدايه اكتشاف شريف عرفه ليه في منطقه تانية مختلفه تماما عن كل الاعمال اللي كان بيعملها قبل كده. سامي سرحان خطير يا جماعه بدايه مع عمل كوميديا وخاصه الكوميديا مع شريف عرفه. شريف عرفه وداه حته تانية زي ما ودى نجوم كتير جدا في حته تانية بداية من فيلم الناظر. ادي امضتي اهات
كمان واحد برغم ان هو يعتبر من اقل العوامل او اقل الفنانين عن كل الابطال ظهورا في الفيلم، بس المشهد او المشاهد بتاعته هتلاقيها من اكتر المشاهد اللي بتعمل ميمز لغايه دلوقتي، بتستخدم في فيديوهات تريقه وسفف اي حاجه لغايه دلوقتي مشاهد سامي سرحان. وزي ما بقول لك ان شريف عرفه كان عامل رئيسي جدا في مشوار سامي سرحان، بدايه مثلا نقول من الارهاب والكباب لما كان قايم بدور اللواء برغم ان هو مش دور كوميدي، لكن برضو شفناه مع عادل امام في فيلم النوم في العسل برضو دور مختلف وكان برضو في مشهد كوميدي جدا، وبعديها شفناه في عبود على الحدود برغم ان هو مشهد على فكره وما طلعش في مشهد تاني. قول لي عمل لك ايه شنبك. ومن بعد الناظر الدور الايقوني اللي بالنسبه لي واحد من اكتر او احلى الادوار اللي الواحد حبها في السينما المصريه عموما، وهو دور المعلم جابر الشرقاوي. دور المعلم جابر الشرقاوي واحد من اكتر الادوار الايقونيه. جيب اي مشهد للمعلم جابر الشرقاوي في الفيلم ده، جيب اي مشهد هتلاقيه مشهد علامه او هتضحك كده كده. اسمع محي. نعم جد. زماننا ده ما ينفعش فيه غير الحرامي المستقيم، واحنا عايزين مصلحتك. وانا رقبتي يا معلم جدي. سليمان اقتله يابا. بدون نقاش، ولو رجعنا خطوه ورا مثلا وشفنا دوره في فيلم التجربه الدنماركيه مع الامام مثلا، برضو واحد من اكتر الادوار الجميله برغم ان دوره كان صغير جدا. وطبعا بعد النجاح الكبير لفيلم فول الصين العظيم، وبعد كده الفيلم نجح اكتر واكتر، والمعلم جابر الشرقاوي نجح اكتر واكتر بالشخصيه دي، وبان الناس حبت الشخصيه دي جدا. الراجل ده توفى الله يرحمه من بعد الفيلم ده، وكنت يعني ده بقى من اكتر الناس اللي كنت اتمنى بقى اشوف اعمال كتير جدا بعد جابر الشرقاوي. وكان ممكن يتعمل مسلسل جابر الشرقاوي اساسا بسبب الدور ده، بس طبعا الاعمار بيد الله. ونيجي دلوقتي للفنان محمد يوسف الحاج دهشوري خلف. الراجل ده برضو من النجوم اللي شغاله من زمان جدا، من ايام عبد الحليم حافظ، بس الراجل ده اشتهر جدا 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 في الايرا دي برضو، الايرا او الحقبه بتاعه الكوميديا التسعينات او جيل بتاع محمد هنيدي، بدايه طبعا من صعيدي في الجامعه الامريكيه. بالحق يا ابوي امي عملت ايه لما عرفت ان انا نجحت؟ عمل الصينيه بطاطس. اقعد يابا. باللحمه. وده مش معناه ان انا بقلل من اعماله اللي قبل كده، لا بالعكس، دوره مثلا في فيلم الارهاب والكباب كان واحد من الادوار الجميله جدا، ده لا يقلل خالص في الاعمال اللي فاتت، لكن لا بكلمك فيه فتره توهجه وفتره الكوميديا بتاعه التسعينات. صعيدي في جامعه امريكيه، جاءنا البيان التالي، عندك فيلم الناظر طبعا، يعني لما كان والد عاطف خطير. وعندك مثلا دوره في فيلم عوكل، يعني فيلم عوكل ده بقى طب طلعت زكريا بمحمد سعد بعوكل بحسن حسني بكل الكلام ده، فيلم نجح وفيلم فيه كوميديا كتيرة جدا. ومش بقولك ان مشهد محمد يوسف واحد من اكتر مشاهد الكوميدية، هو فعلا واحد من اكتر المشاهد اللي فعلا بتضحك من قلبك في الفيلم ده بالذات، ويعتبر واحد من اشهر الجمل الكوميدية في الفترة دي. مثلا عوكل عوكل برو عبد التواب الجن. وطبعا مين ينسى دوره مع الفنان الكبير حسن حسني في عبود على الحدود، لما كان هو بيكتب له وكان مطلع عينه في الفيلم ده، وليه اعمال كتيره طبعا الواحد لا يتذكرها دلوقتي. ونيجي دلوقتي لاخر واحد معانا في الحلقه اللي احنا هنختم بيه، وطبعا لو عجبتكم الحلقه دي وعايزين نعمل منها جزء تاني طبعا اتمنى اشوف كل ردودكم تحت. وطبعا قبل ما انهي واقول لك اي حاجه، سؤال الحلقه اللي انا قلته لك في الاول اساسا، مين النجوم اللي انا ما قلتهمش في القائمه بتاعتي في الحلقه دي شايف ان هم يستحقوا يتعمل ليهم جزء تاني؟ سيبوا لي طبعا القائمه بتاعتكم تحت في الكومنتات، اكتبوا براحتكم، مش لازم 10 15 20 30 40 اللي انت عايزه براحتك خالص. ونيجي دلوقتي لاخر حد معانا في القايمه، او بصوا افتكرت حد دلوقتي مثلا، الفنان علي شريف، والفنان التاني اللي هتكلم عنه برضو الفنان رياض الاصابر شاويش عطيه. اتكلم على علي شريف ده، واحد من اكتر النجوم اللي انا كنت بحب اتفرج عليهم في الافلام التمانينات، والراجل ده لما كان بيطلع كان زمان بالنسبه لي وانا طفل كنت بخاف في الاول، لكن عرفت قيمه الراجل ده كل ما اكبر في السن. الراجل ده واحد من اكتر الدم العسل اللي فعلا كان بيضيف في اي عمل، سواء يعني مثلا دوره في كراكون في الشارع، ومن اشهر العوامل اللي فيه البنيان الجامد وان هو راجل معلم ابن بلد كده وراجل شكله خطر، وفي نفس الوقت تلاقي منه كوميديا عالية قوي. وطبعا من اشهر الحاجات المميزة اللي فيه الصوت الغليظ كده ده اللي تحس واكل معسل كده على الصبح، فاهم؟ وطبعا الفنان الاخير اللي معانا الفنان الجميل رياض الاصابعي، الطفولة بس مش هقدر اقول لك اكتر من كده. الله يرحمه كان غبي لك
الحين قلبه طيب. واحد من اكتر واشهر الادوار وايقونه في السينما المصريه دور الشاويش عطيه. وكان اسماعيل ياسين فعلا فعلا يا جماعه بجد يعني كان ينقصه حاجه كبيره جدا لو في فيلم من غير رياض الاصابي او من غير الشاويش عطيه. الراجل يا جماعه بتشوف شكله انت تحس كده بالراجل الطيب المصري الاصيل الجميل كده. وبرغم ان اعماله مش كتيره واعمال قليله جدا بس الراجل ده اهو في 2022 بنعمل حلقه وبنشكره فيها على اعماله قد ايه الراجل ده ضحكنا وفرحنا. فعلا الراجل ده لما بفتكره وبشوفه كده بفتكر الطفوله بفتكر قد ايه الراجل ده ضحكني والافيهات اللي مشهوره وبتستخدم ميمز في 2022. هو بعينه بغباوته وشكله العكر هذا الميم او هذه الجمله تستخدم حتى يومنا هذا. وطبعا الميم المشهور ليه اللي هو عامل كده ده برضو يستخدم في 2022. ايقونه وناجحين وكلهم هيفضلوا محطوطين في قلوبنا ده كده كده. وكل الناس دي تستحق كل الشكر الصراحه لان هم فعلا كانوا من غيرهم الاعمال مش هقول لك هتبقى وحشه وبتاع بس فعلا كانوا هتبقى ناقصها حاجات كبيره. يعني تخيل مثلا فول الصين العظيم من غير جابر الشرقاوي مثلا اهو هتضحك اكيد بس هيبقى فيه جاب كبير جدا 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 ناقص في الفيلم. وبس ده اللي اقدر اقوله لكم يا بتوع افلام واقدر اقول لبتوع افلام ان انتوا تترحموا على الناس اللي توفوا في القايمه دي ان هم اكيد اسعدوكوا جدا. وسؤال الحلقة انا قلته لكم سيبوا لي قائمتكم تحت وهقراها وارد عليكم زي ما احنا متعودين على طول. وفي نهايه الحلقه بقى ها تظبطوني بقى تظبطوني لايكات كتيره جدا 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 عايزين نوصل للنص مليون في اقرب وقت وعمال اقول لكم في اقرب وقت بقالي بتاع 3 4 شهور فين الاقرب وقت ده تظبطوني كده يعني بعد اذنكم. لو عجبتكم الحلقه شيروها وبعد اذنك لو عجبتك الحلقه دوس لايك وما تنسانيش ولو طبعا مش عامل سبسكرايب دوس سبسكرايب بعد اذنك برده وطبعا اشترك على انستغرام بيج فيسبوك بيج دوس على جرس التنبيهات عشان تجيلكم اول باول وعلى مسا عليكم.